الله بركاته، ان شاء الله راكم كامل بخير. الوغ اليوم ان شاء الله راح نديروا الخبز تاع الدار. عندي هنايا 600 حتى 700 غرام تاع فرينه، 600 غرام ولا 700 غرام. الوغ رايحه ندير لها الملح. الملح كاس مغرفه تاع قهوه معمره، نص مغرفه تاع ماكله تبقي هكا. فوالا، ندير لها مغرفه كبيره تاع خميره نعمرها مليح. فوالا، ندير لها تاني الحليب تاع الحدا. نزيد شويه اسم مغرفه، حنا نقولوا هكا معمره. اللي يدير كيلو فرينه يدير حدود زوج مغارف ولا ثلاثه تاني. هنا نخلطوهم، اليوم راح نديرو لي زونبوردير ان شاء الله تاع الدار. فوالا، نزيدو لهم شويه تاع الزيت. انا هنا راني ندير عيني ميزاني تخلني موالفه نديره. فوالا، نزيدو حبه تاع البيض. هايلا، نزيدو لهم تاني الماء. وين درت الماء؟ فوالا، فوالا. انا درك نديرهم يتخلطوا في البيتخان، وكل ما يخصني الماء راني رايحه نزيد. وسا دي بون لو جور تاع الفرينه، لا كاليتي بلوتو، النوعيه تاع الفرينه اللي عندكم، كاين اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش. انا ندير وعيني هي ميزاني، وراح نتلاقاو فيما بعد ان شاء الله. هيا لا قدامكم شوفوا، هيا لا فوالا. حنا نخلوها هنايا دروك كيما راهي، نخلوها تخمر ونعاودو نتلاقاو فيما بعد ان شاء الله. هنا راهو خمر فوالا، شوفوا فوالا. دوك انا نهبطه، ندير شويه تاع الزيت برك في يدي هكا. تري بيان فوالا، شوفو كيفاش جا مفشفش. ها هو العجين تاعي هنايا فوالا، شلون نهبطو العجينه. فوالا، نديرو ان كغون بودان، نقطعوهم خبيزات صغار. فوالا هكا، انا نكملهم نعاود نولي معاكم. نلوهم مليح هكا فوالا، نديرهم في السنيوه. فوالا، نبعدوهم شويه على بعضهم بعض كيما راكم تشوفوا هنايا. ندير وحده اخرى تاني معاكم، بعدهم على بعضهم بعض، خلو بيناتهم مسافه باش كي يخمروا يجونا طالعين ويجونا شابين. فوالا، هاي معنا هنايا. فوالا دوك انا نكملهم، خليهم يزيدوا واحد 15 20 دقيقة وندخلهم للفوق ان شاء الله ونتلاقاو من بعد. هاي هنايا الكسرة راني قلعتها دوك من الفوق. هاي لا راني تاني هنايا درت هادي شوية حمرت لي بزاف. فوالا، هادو ما درتلهمش هنايا البيض باسكو بنتي الكبيرة ما تبغيش البيض، تبغي كسرة غير هكا سامبل. فوالا، هادي هي الحاجة الأولى، نغطوها باش كي تعرق لنا تطرى لنا. فوالا، من بعد عادو نتلاقاو إن شاء الله. ها هو الخبز تاعنا. فوالا، حامي فوالا.
شوفوا كيفاش يجي طري. ها ولا يجي طري، يجي بنين. ان شاء الله تجربوه وتردوا لي الراي تاعكم. نبقى لي نقول لكم غير تاكلوه بالصحه والراحه، والى اللقاء في فرصه اخرى ان شاء الله. مع السلامه، باي باي.